تحفيظاً لأهم الأنباء من قناة النبأ، أهلا بكم. أفادت مصادر للنبأ بأن المجلس الرئاسي المقترح طالب بالوقف الفوري لإطلاق النار في صبراتة، هذا وأعلن في المدينة عن تشكيل غرفة حفظ الأمن والاستقرار كقوة محايدة لوقف الاشتباكات بين الطرفين المتنازعين. ودعت الغرفة في بيان تأسيسها طرفي النزاع إلى الوقف الفوري للعمليات القتالية والتدميرية وانسحاب كامل التشكيلات المسلحة خارج المدينة دون أي شروط مسبقة والجلوس لطاولة الحوار. وقالت الغرفة الجديدة إن تأزم الموقف وخطورته على الأهالي والخوف من توسع رقعة الاشتباكات في كامل المنطقة الغربية دعا عسكريين وأعيانا في مدينة صبراتة إلى تشكيل هذه الغرفة. قال المرشح السابق لرئاسة الوزراء عبد الباسط قطيط إنه سيشكل حكومة جديدة قبل نهاية أكتوبر المقبل، مبينا أنها ستكون بتوافق جميع الليبيين. وأكد قطيط خلال كلمة مصورة نشرها مدير مكتبه على فيسبوك، أكد مواصلة الحراك حتى تحقيق المطالب مشددا على أنه حراك سلمي لتصحيح مسار ثورة 17 من فبراير. قال رئيس مجلس النواب عقيل صالح إنهم سيشترطون تمثيل الأقاليم الثلاث في المجلس الجديد. وأكد صالح في تصريح خاص لنبأ الثلاثاء أنهم سيطالبون خلال اجتماعات تونس برئيس ونائبين للرئاسي وبرئيس وزراء منفصل عن الرئاسي. وأضاف رئيس مجلس النواب أن بقاء المادة الثامنة لا يعني شيئا في ظل إسناد الصلاحيات للرئاسي، مؤكدا إلغاءها مسبقا من قبل المجلس. عدا المظاهرات المؤيدة لقطيط لا تعني شيئا. وصف عضو المجلس الأعلى لدولة الموثق عن اتفاق الصخيرات إدريس أبو فاي تصرفات صلاح البكوش مستشار رئيس المجلس عبد الرحمن السويحلي بالرعناء. وقال أبو فاي إن اعتداء البكوش على أحد الصحفيين بتونس وتهديده له بالاعتداء اللفظي والجسدي تصرفات مشينة ومرفوضة، في إشارة إلى الاعتداء على مفد النبأ إلى تونس صفوان أبو سهمين. ودعا أبو فاي عبر صفحته على فيسبوك مجلس الدولة إلى تنبيهه وتوبيخه البكوش أو إعفائه من مهامه لتصرفه باسم المجلس بطريقة غير لائقة وغير مقبولة. ختام الموجز، إلى اللقاء.